مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بيكم في يوم جديد وحلقه جديده من الصحه اونلاين. خلوني ابدا حلقه النهارده ان انا افكركم بموقعنا على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام وعلى اليوتيوب. صفحتنا على الفيسبوك اسمها قناه الصحه والجمال بالعربي، وعلى تويتر باسم الصحه تشانل، وعلى انستجرام باسم الصحه تشانل. كمان لنا قناه على اليوتيوب ممكن حضراتكم تعملوها سبسكرايب باسم الصحه تشانل. ممكن كمان حضراتكم ما تتابعونا طول اليوم على قناة الصحة والجمال على تردد 1070/5 أفقي. كمان ممكن تتواصلوا معنا طول اليوم من خلال الأرقام اللي بتظهر أسفل الشاشة من أي محمول 1744، كمان من أي تليفون أرضي 0900-97-44. لو ليكم أي سؤال أو استفسار ممكن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام دي. خلوني أبدأ حلقة النهاردة وأقول لكم إن الأيام اللي فاتت دي ظهرت مشكلة كبيرة جدا، خصوصا عند الناس اللي كانت موجودة على البحر. حصل مشكلة أناديل البحر. هل من الممكن ان احنا نستفيد من اناديل البحر وناخدها كقيمه غذائيه كبيره نستفيد منها؟ ايوه طبعا، مشكله اناديل البحر ممكن احنا نستفيد منها كقيمه غذائيه ونستفيد من الفوائد الغذائيه بتاعها. ممكن كتير ممكن نعمل اناديل البحر زي اكل ناكله ونستفيد منه، لكن في طرق معينه كده نعملها علشان خاطر نستفيد من القيمه الغذائيه دي. هنعمل ايه؟ ممكن ان احنا يعني نفصل الرجل عن الجسم بتاع الانديل البحر ونسلق الاجزاء المخلوطه في الماء المخلوط مع الخل. بعد كده بيتم اضافه الخضروات وشرائح الزنجبيل والكرفس والكرنب والفلفل الرومي والفلفل الحار والمشروم مع البصل والثوم، وبعد كده بنضيف البهارات وتوضع قطع القنديل مع الخلطه وتقدم مع الارز. وفي كمان فوائد كتيره جدا لاناديل البحر. ايه هي الفوائد الغذائيه لاناديل البحر او الفوائد العموميه لاناديل البحر؟ اول حاجه ان هو بيمنع الربو للناس المصابه بالربو. ممكن لو هو اكل اناديل البحر ممكن ان شاء الله يزول من عنده الربو. غير كده ان هو بيعزز صحه العين والدماغ وبيمنع امراض القلب والاوعيه الدمويه، وكمان بيقلل من خطر الخرف، كمان بيقلل الالتهاب وبيحسن صحة الأمهات أثناء الحمل، كمان أخيرا بيعمل على تنظيم السكر في الدم. كل دي الفوائد إيه اللي احنا استفدناها من أكل الأنديل البحر، والناس كتيرة كانت منزعجة منه، لكن كان ممكن إن احنا نستفيد من أناديل البحر ونحصل على القيمة الغذائية الموجودة فيه زي ما قلنا لو اتبعنا الخطوات الموجودة في القيمة الغذائية الموجودة لأنديل البحر. نروح لتاني خبر معانا ونقول ان العلاج بالليزر بين الخرافات والحقائق. ناس كتيرة جدا بتستخدم الليزر ده علشان خاطر في التجميل، ممكن ان احنا نجمله ونستخدمه في التجميل وكمان في علاج البشرة، سواء التخلص من الحبوب او التجاعيد وازالة الشعر ونضارة البشرة، ممكن نستخدمه في حاجات كتيرة جدا في التجميل. لكن في بعض الناس بتقول ان هو ممكن يصيب الانسان بالسرطانات المختلفة. هل ممكن ان الليزر ده يصيب الانسان بالسرطان المختلف؟ هو ده السؤال اللي احنا محتاجين الاجابه عليه. وكمان الاجابه بتقول ان الليزر لا يمثل اي خطوره وليس له اي اثار جانبيه ولا يصيب الانسان بالسرطان زي ما هو يعني منتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك. هذا النوع من العلاج امن تماما، ولكن يجب ان اللي يكون به طبيب متخصص وله خبرة كبيرة جدا في مجال الطب حتى لا تحدث أي آثار جانبية وليس له أي أثر سلبي على البشرة إطلاقا. ويعتبر الليزر واحد من أهم الوسائل التكنولوجية الحديثة لعلاج مشاكل البشرة، فمن الممكن استخدامه في أكثر من شيء، سواء علاج آثار البقع الداكنة أو علاج التجاعيد أو إعادة نضارة البشرة وإزالة الحسنات والندبات. دي كانت المخاوف اللي الناس بتخاف منها من خلال استخدام الليزر. ناس كتير بتخاف ان هي تستخدم الليزر وتلجأ ليه لان بيقولوا ان هو بيسبب سرطان. فكانت الاجابة من المتخصصين ان الليزر لا يسبب اي سرطانات للانسان وليس له اي اثار جانبية تحدث على البشرة. لكن في شرط واحد، ان اللي يقوم بالليزر هو طبيب متخصص
يعرف امتى يستخدم الليزر ومتى يستخدمه في الميعاد الصحيح. هي دي المخاوف اللي الناس بتخاف منها واللي انتشرت بشكل كبير جدا على الفيسبوك، ولكن احنا بنقول من خلال قناة الصحة والجمال ومن خلال برنامج الصحة اونلاين انه لا يوجد اي اثار جانبية او حتى مخاوف ان احنا نخاف منها من استخدام الليزر، سواء في عمليات التجميل او في نضارة البشرة او اي شيء من عمليات التجميل. ده كان الخبر الثاني من اخبار الصحة اونلاين. نروح لدراسة بتقول ان الاطفال الذين يعانون من الحساسية الغذائية اكثر عرضة للقلق والخوف. كشفت الدراسة علمية بتقول ان الاطفال الذين يعانون من الحساسية الغذائية هم اكثر عرضة من للذين يعانون من الخوف والقلق ومن الرفض الاجتماعي او الاذلال. واوضح الباحثون ان حوالي 67% من الاطفال الذين يعانون من هذه الحساسية ارتفع لديهم اعراض القلق مقابل 48% للاطفال دون حساسية الطعام. واشارت الدراسة الى ان علاج الحساسية الغذائية يمكن ان تكون مكلف سواء من حيث تسوق المواد الغذائية واعداد الوجبة او العلاج الدوائي. وتابع الباحثون الى هذه المطالب يمكن ان تؤدي الى مستويات اعلى من القلق بالنسبة لاولئك الذين لديهم موارد مالية اقل مع زيادة اعراض القلق لدى الاطفال. واظهرت نتائج الدراسة ان الاطفال الذين يعانون من حساسية الطعام هم اكثر عرضة للقلق والخوف من الرفض الاجتماعي والاذلال، وتؤثر الحساسية الغذائية على ما يصل الى 8% من الاطفال في الولايات المتحدة الامريكية. هنشوف دلوقتي فيديو من برنامج مستشارك الطبي تقديم عبد الرحمن معوض، وكان مستضيف الدكتور احمد الوكيل استشاري طب الاطفال، وكان بيتكلم عن اصابة الاطفال بالعدوى في الصيف. طبعا احنا في شهر الصيف، لكن بعض الاطفال بيصابوا بالعدوى. ايه هي الاحتياطات اللي احنا نمشي عليها علشان خاطر نتجنب الاصابة بالعدوى؟ كل الكلام ده هنشوفه في الفيديو اللي معانا. نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم. اسطوانية خيطية، في ديدان دبوسية، ديدان شيطية، دي الأنواع اللي موجودة. طب أخطرهم إيه؟ أخطر حاجة بنقلق منها الديدان الدبوسية. الدودة الدبوسية دودة حجمها صغير جدا، وعبارة عن دايما وبتعمل قلق جامد جدا، والخطر اللي فيها نشاطها العالي قوي في التكاثر. طرق العدوى بتاعتها اللي اكتر من اي ديدان تانية. ايه هي طرق العدوى دي؟ عندنا دايما الديدان الدبوسية بالذات، عندنا معظم الديدان بتبقى عند عن طريق الاكل والشرب والبراز، دي بتزيد عنهم النفس. يعني كل الديدان بتبقى دايما العدوى بتتنقل عن طريق الاكل، عن طريق الشرب، عن طريق التلوث، التلوث اللي موجودة في البراز دايما اللي بيبقى مصاب ويحصل فيه اي تلوث. بتزيد الديدان الدبوسيه ان ممكن تحصل عن طريق النفس، لان البويضات بتاعتها تبقى زي الفقاقيع الصغيره اللي بنشوفها، البالونات الصغيره اللي بتطير في الجو، لو انسان استنشقها ممكن تدخل على الجهاز الهضمي وتبدا العدوى بتاعتها. فدي العدوى بتاعتها اولا سهله، وطرق العدوى كتيرة جدا في الديدان الدبوسية. وطبعا بنبدأ نشوف الديدان الدبوسية أكتر حاجة نتيجة إيه؟ نتيجة التلوث. والهنا العدوى أما يكون طفل عنده أو حتى واحد كبير ويبدأ يختلط بأطفال، عشان كده دايما في, 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 في فصل ممكن يعدي الفصل كله، ممكن المدرسة كلها تتعدي. أي فرد في العيلة مع الديدان الدبوسية ممكن يعدي كل الباقيين وبمنتهى السهولة وبسرعة جدا. طيب ايه هو التشخيص بتاع الديدان اللي حضرتك اشرت ليها دي، الديدان الدبوسية؟ يعني ازاي الام تقدر تعرف ان ابنها عندها اذا كان ديدان ولا عندها طفيليات؟ ازاي اقدر اعرف؟ طبعا بالنسبة للديدان والديدان الدبوسية، طبعا الديدان كلها نفس الاضطرابات المعوية اللي ممكن يشوفها. الطفل بدأ يحصل له مغص، يحصل له انتفاخات، يحصل له غازات، يحصل له عدم انتظام في البراز بتاعه. هي مشابهة للطفيليات؟ دي كلها نتيجة أعراض للاضطرابات المعوية. اضطرابات المعوية في سواء خلاف. من طبعا ده طبعا بنقول إن الطفل بيبدأ يتأثر، والأم بتحس إن في وضع غير طبيعي في بطن الطفل، في أكله في شربه، بدأ يعيط كتير، يمغص كتير، نظام التبرز بتاعه بدأ يختلف، وبدأت تشوف حاجات مش طبيعية. اللي بيزيد في الديدان الدبوسية حاجة اللي هي دايما بتبقى ان الطفل يجي بالليل يبقى قلقان جامد جدا، يعيط، عنده حكة جامدة جدا في الشرق. الطفل يقول لك طول الليل بيفرك وبيعيط وبيحاول يهرش.
طبعا طبعا ده عشان الدوله الدبوسيه بتبدا تطلع عند فتحه الشرج وبتضع البويضات بتاعتها، بتعمل حكه جامده جدا وتاكل جامد قوي. ده كان جزء من حلقة في المستشارك الطبي اللي كانت بتتذاع النهاردة، وكان بيتكلموا عن إصابة الأطفال بالعدوى في الصيف. زي ما شفنا في الفيديو ده الاحتياطات اللي المفروض الإنسان ياخدها علشان خاطر يتجنب الإصابة بالعدوى في الصيف. سرطان القولون من أخطر السرطانات اللي بتصيب البشرية، ثالث أكبر مرض بيصيب البشرية. عايزين نعرف هل من الممكن إن إحنا نمنع الإصابة بمرض سرطان القولون ولا لأ؟ عايزين نعرف إيه هو مرض سرطان القولون؟ إزاي إن إحنا هل في خطوات ممكن الإنسان يمشي عليها علشان خاطر يتجنب الإصابة؟ أيوة طبعًا في خطوات كتيرة جدًا لو إحنا مشينا عليها هنعرف إن شاء الله إن إحنا نتجنب الإصابة بسرطان القولون. أول حاجة إن إحنا نوقف التدخين، لأن التدخين مضر بشكل كبير جدًا مش على القولون بس ولكن على أجزاء كتيرة جدًا من الجسم، وممكن يعني يشكل خطر كبير جدًا على حياة الإنسان. تاني حاجة عدم الإكثار من اللحوم الحمراء، وده طبعا بتشكل خطر كبير جدا على مرضى سرطان القولون. تالت حاجة ان احنا نتخلص من دهون البطن. رابع حاجة ممارسة التمارين الرياضية، وده شيء مهم جدا سواء المصابين بالسرطان او غير مصابين السرطان. خامس حاجة تناول الكثير من الفواكه والخضروات، وتناول المزيد من الثوم، وكمان نتناول الشاي الاخضر، وزيادة جرعة الكالسيوم وفيتامين د. دي كانت الـ الامور اللي احنا لو مشينا عليها ان شاء الله هنتجنب الاصابه بسرطان القولون، زي ما قلنا ان احنا نبتعد عن التدخين، ان احنا نمارس الرياضه، عدم الاكثار من اللحوم الحمراء، ان احنا نزود من اكل الثوم، كمان ناكل ونشرب الشاي الاخضر، ونزود جرعه الكالسيوم. كل الخطوات دي لو احنا مشينا عليها هنتجنب ان شاء الله الاصابة بسرطان القولون. احنا معانا دلوقتي فيديو بيتكلم عن سرطان القولون وايه هي الاعراض اللي بتظهر على الشخص من خلالها بنقول ان هو مصاب بسرطان القولون. هنطلع نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم. طيب ايه الاعراض بتاعت زيادة الكالسيوم في الدم؟ اولا هتلاقي عنده بيرجع، عنده فوميتنج، عنده بيبتيك ألسر، عنده قرحة، عنده بنكرياتيتس، عنده بوليوريا بيتبول كتير وممكن يخش في كوما. كل ده عشان الكالسيوم كتير. يعني اذا ان كل شيء خلقناه بقدر. وبعدين الكالسيوم ده لو انا عندي كالسيوم في الدم كتير، الكالسيوم ده هنشبهه بالسكر، عندي سكر كتير، مشيت وعملت نشاط، جربنا مع ناس عندهم الكالسيوم السكر 300، مشوا ساعه ورجعوا لقيت السكر بقى 200، السكر استهلك. خلاص؟ يبقى اذا النشاط جزء من علاج السكر. طيب الكالسيوم، الكالسيوم جربنا مع ناس الكالسيوم عالي في الدم، لما مشوا بالشمس وعملوا تمرينات ونشاط ورياضي استهلك بعض الكالسيوم فامتص الكالسيوم. طب افرض ان الناس بقى بدردن وقاعده ما بتتحركش المكان، يبتدي الكالسيوم يدوب من العظم ويخرج بره يقع في الدم، فبقى عندي هايبر كالسيم. العظم بيدوب ويطلع بره في الدم. طب لو الهايبر كالسيم يعمل لي ثلاث مصايب تقال، مصيبه كبيره اسمها ستونز، بيعمل لي حصوات في كل حته في الجسم، في المراره، في الكلى، تحت الجلد، اسمها حصوات الايه؟ زياده الكالسيوم. يبقى زياده الكالسيوم عمل لي حصوات، زياده الكالسيوم عمل لي قرح، السرز، بونز وستونز والسر. طبعا طلع الكالسيوم من العظم، فبقى العظم عامل زي البسكوت، هشاشه عظام. شفتوا القعده بتعمل في الناس ايه؟ ده هايبر كالسيوم. طب لو نقص الكالسيوم بقى، نقص الكالسيوم لا ده في بقى تيتاني، رعشه زي ما اقول لكم كده، ساعات الناس بنعمل لها جهاز ضغط نلاقي ايده بتترعش، هو كان عنده نقص كالسيوم بس مش شايف، فيعمل تيتاني ويعمل سيزر ويعمل تشنجات، ها، ويعمل هايبوتنشا ويوقع، وحتى الفنتريكولار اريزميا من نقص الكالسيوم. يعني تفتكر الكالسيوم ده حاجه سهله؟ بس مش بكتره برضه، ان كل شيء خلقناه. احنا طبعا وعدنا حضراتكم ان احنا نعرض فيديو عن سرطان القولون، ولكن طبعا عرضنا فيديو عن الكالسيوم واهميه الكالسيوم، وهل ان احنا ممكن يعني نزود الكالسيوم ازاي في جسم الانسان، نقص الكالسيوم وان احنا ازاي نزوده وتاثيره على جسم الانسان. كل الحاجات دي كانت موجوده مع الدكتور جوده عواد استشاري التغذيه العلاجيه، لكن ان شاء الله لسه معانا فيديو عن سرطان القولون هنطلع نشوفه ونرجع نكمل الكلام. سرطان القولون
هو سرطان الأمعاء الغليظة. يظهر السرطان عندما تتكاثر وتنقسم الخلايا في منطقة معينة من القولون بسرعة كبيرة، وينتج عنها كتلة معروفة باسم الورم. يعد سرطان القولون مرضا شائعا في المملكة، يصيب كل من الرجال والنساء، وبالنسبة للرجال يحتل المرتبة الأولى والنساء المرتبة الثالثة. ليس هناك أعراض مبكرة لهذا المرض، ولكن عند ظهور أحد هذه الأعراض يجب عليك مراجعة الطبيب. ظهور دم في البراز، تغير عادات الأمعاء واستمرار هذه التغير لأكثر من 4 أسابيع مثل الإسهال والإمساك، فقدان الوزن غير المبرر. شعور بالانتفاخ، ألم في البطن. سبب سرطان الأمعاء لا يزال مجهول، مع ذلك قد أظهرت الأبحاث عدة عوامل تجعلك أكثر عرضة للإصابة. أولا، الوراثة عند إصابة أقارب الدرجة الأولى بسرطان القولون تصبح عرضة للإصابة أكثر من الآخرين. ثانيا، النظام الغذائي الغني بالدهون والقليل الألياف. ثالثا، التدخين. رابعا، البدانة. طريقة تشخيص المرض. يتم تشخيص المرض عن طريق عمل منظار من الأسفل يوضح القولون من الداخل. يجب أن تكون أمعاءك فارغة عند إجراء تنظير القولون، وقد يصرف لك الطبيب محلولا يساهم بإخراج ما تحتويه الأمعاء. سيتم إعطاؤك بعض المسكنات أثناء عمل المنظار لتساعدك على الاسترخاء. قد يستغرق تنظير القولون عادة من نصف ساعة إلى ساعة لإكماله، ويستطيع المريض بعد الانتهاء من عمل المنظار الذهاب إلى منزله بعد التأكد من سلامته. العلاج يعتمد على مرحلة المريض، يختلف من حالة إلى حالة بحسب تمكن الورم. بعض المرضى يحتاج إلى جراحة لإزالة الورم، وبعد الجراحة البعض يحتاج إلى علاج كيماوي أو علاج إشعاعي أو الاثنين معا. للوقاية من هذا المرض ينصح الأطباء بالإكثار من تناول الألياف والابتعاد عن الوجبات التي تحتوي على الدهون والتقليل من الوزن وممارسة الرياضة، وكذلك الابتعاد عن التدخين بالنسبة للمدخنين. تنصح الدراسات العلمية منهم فوق 50 عام بعمل منظار للقولون، بحيث يكون الفحص كل 10 سنين، وللأشخاص الذين لديهم أمراض في القولون أو تاريخ مرضي عائلي فيتوجب عليهم الفحص. مرض ضغط الدم من الأمراض المنتشرة بشكل كبير جدا، ومن الأمراض الصعبة على جسم الإنسان، وده لأن العلماء بيسموه المرض الصامت القاتل. ليه سموه المرض الصامت القاتل؟ لأنه لا توجد أي أعراض تظهر على المريض المصاب بارتفاع ضغط الدم. من خلال هذه الأعراض بقدر أقول إن الشخص ده مصاب بضغط الدم. ناس كثيرة جدا بتصاب بضغط الدم المرتفع وبتظهر عليهم العلامات أو الأعراض ده لو ظهرت بعد سن متأخر أو بعد مرحلة عمرية متأخرة، وده بيسبب طبعا خطر بشكل كبير جدا على جميع أجزاء الجسم. فهل من خلال النظام الغذائي توجد طريقة من خلالها أقدر إن أنا يعني أمنع الجسم إنه يصاب بضغط الدم المرتفع؟ بقول إن في طرق معينة من خلالها هقدر أخلي إن أنا أتبع نظام غذائي بسيط هيغير نمط الحياة. أول حاجة، تقليل الملح أو تناول الصوديوم وتقليل كمية من الملح المضافة في النظام الغذائي. أول طريقة تقليل الملح. تاني حاجة، بتجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح مثل المخللات والصلصات والكاتشب. تالت حاجة، تناول أطعمة غذائية مفيدة للجسم وتشمل تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة. رابع حاجة، تقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة. خامس حاجة، أكل منتجات الحبوب الكاملة مثل الأرز البني أو خبز القمح الكامل والمكرونة والشعير. أكل الأسماك والدجاج والحد من تناول اللحوم واللحوم الحمراء والحلويات. تناول الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم. دي كل الطرق الغذائية أو النظام الغذائي المعين اللي هيخلي الإنسان يتجنب الإصابة بمرض ضغط الدم المرتفع، واللي العلماء سموه مرض الصامت لأنه لا توجد أي علامات أو أعراض من خلالها بقدر أقول إن الشخص ده مصاب بضغط الدم المرتفع. وكانت باختصار إن إحنا بنقلل الملح الموجود في الطعام وبزود الأكل المحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. دي الطرق اللي إن شاء الله من خلالها هقلل الإصابة بضغط الدم المرتفع. طبعا ممارسة الرياضة شيء مهم جدا لكل الأمراض. باقي معانا بعض الأخبار، والخبر اللي معانا بيقول إن العنب هيغذي الشعر ويرطب البشرة. طبعا العنب شيء محبب جدا لكتير من الناس. هل ممكن إن أنا استفيد بيه؟ ما خلهوش مجرد فاكهة إن أنا باكلها، لا، إن هي ممكن كمان تغذي الشعر وترطب البشرة.
للعنب دور فعال في علاج حروق الشمس عن طريق استخدامه كماسك للعنب. يوضع خليط من العنب على الوجه لمدة نصف ساعة ثم غسل الوجه بالماء الدافئ. يبقى أول حاجة إن هو له دور فعال في حروق الشمس. 2 يحمي من أمراض الشيخوخة ويعمل على نضارة البشرة والتخلص من التجاعيد والكلف. 3 حاجة بيحتوي العنب على مواد مضادة للأكسدة تعمل على ترتيب ونضارة البشرة والحفاظ على نعومتها وملمسها كبشرة الأطفال. يحتوي العنب على فيتامينات وعناصر تحافظ على رطوبة الجلد وتعمل على إزالة الطبقة الميتة من البشرة. يعمل على القضاء على حب الشباب وتنظيف مسام البشرة من الأوساخ والأتربة التي تسبب حب الشباب. يعمل العنب على علاج تساقط الشعر نظرا لاحتوائه على عناصر ومركبات تحمي الشعر وتغذيه. يحمي الشعر من الجفاف والتلف نتيجة تعرضه لأشعة الشمس الضارة، وذلك عن طريق خلط العنب مع دقيق الحمص والحلبة. يحارب قشرة الشعر ويقضي عليها، كما أنه يحمي فروة الرأس من الحكة. ويحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على تنشيط الدورة الدموية. خلونا نشوف فيديو بيتكلم عن العنب، ازاي هي فوائد العنب، ازاي ان احنا يعني نحول العنب من مجرد فاكهة لكمان حاجات كتيرة جدا بتفيد البشرة، بتفيد الشعر. كل الحاجات دي موجودة في الفيديو الموجود معانا. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. العنب في الطب الحديث. يؤكد علماء التغذية ان العنب الاحمر يحتوي على مواد فعالة مضادة لانسداد الشرايين والجلطات الدموية أكثر مما يحتويه العنب الأخضر أو الأبيض، وتتركز المواد الفعالة في قشرة العنب. إن تناول 30 جراما من العنب الأحمر يوميا يوفر الحصول على النسبة المطلوبة لحماية الشرايين، إضافة إلى أن العنب الأحمر يستخدم الآن في مواد التجميل لاحتوائه على مضادات الأكسدة. يعد العنب واحدا من الفواكه النافعة في مداواة الصدر. يستخرج من عصيره شراب ذو تأثير كبير ضد السعال وآفات الرئة. وشاي أوراق العنب فيه خاصية إدرار البول والقبض. أحد الإخصائيين في الطب الطبيعي يقول: مما لفت نظري في الإحصاءات الخاصة بمرض السرطان أن المرض يكاد يكون معدوما في البلدان التي يكثر فيها العنب. ويعد العنب عنصرا هاما من عناصر غذاء السكان المحليين في تلك البلدان. يساهم العنب في علاج الزهايمر ويقلل الإصابة بالخرف. بعض أصناف العنب الأحمر تحتوي على مكونات مضادة للميكروبات ومكافحة بكتيريا. ده كان الفيديو اللي معانا اللي بيبين ازاي ان احنا بنحول العنب من مجرد فاكهة لحاجات ومواد بتساعد الجسم على تغذية الشعر وكمان نضارة البشرة وبتخليها لامسة، يعني حاجة كده زي ملمس الاطفال. ده الفيديو اللي كان معانا، وان شاء الله يعني نتابع الخطوات الموجودة فيه ونحول العنب من مجرد فاكهة زي ما قلنا لحاجة مفيدة لشعرنا ولبشرتنا. في خطوات بسيطة ممكن ان احنا نغير ادمان الكافيين والقهوة. ناس كتير جدا كل يوم الصبح لازم تشرب قهوة، اعتقادا منها ان القهوة دي بتساعد على تنشيط الجسم وبتنشط الدورة الدموية. هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ ولو هو مش صحيح، ايه هي الخطوات اللي بتخلينا نغير الادمان القهوة؟ معانا خطوات بسيطة جدا هنقولها للسادة المشاهدين وان شاء الله تساعدنا في التخلص من ادمان القهوة. اول خطوة معانا بتقول: قبل تناول اي مشروبات او اطعمة يجب قراءة المكونات اولا، التأكد من عدم احتوائها على الكافيين. 2 تقليل استهلاك الكافيين تدريجيا عن طريق وضع خطة لتقليل تناوله. قم بتجفيف المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وذلك يقل خطر الكافيين على الجسم ولكن تحتفظ بمذاقها. استبدل مشروبات الكافيين باخرى مثل الشاي الاخضر او عصير الفواكه. قلل حجم الكوب الذي تتناوله فيه الكافيين. تجنب استخدام الأدوية
مسكنة الألم حيث أنها تحتوي على نسبة من الكافيين. في الفيديو اللي جاي هنشوف فوائد ومخاطر الكافيين ونرجع نكمل كلامنا. أن الكافيين موجود في كل مكان، القهوة والشاي وشاي المثلج بالإضافة إلى المشروبات الغازية وبعض الأدوية، لذلك يعتبر منشطا يجعلك أكثر يقظة، كما يمنح جرعة زائدة من الطاقة. فإذا كنت تتجنب شرب هذه المشروبات التي تحتوي على الكافيين فما عليك سوى تغيير رأيك في الموضوع. يزيد من تدفق الدم إلى العضلات كما يفتح الرئتين ويعطي شعورا بالطاقة، الشيء الذي يحسن أداء الفرد، لكن انتبه فليس دائما مفيد لك، فعندما تستهلك الكثير منه يمكن أن يسبب مشاكل صحية كبيرة بشكل عام. لكن ما يثير القلق فعلا بشكل أكبر هو زيادة المنتجات التي تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين مثل مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية. لهذا تحذر إدارة الأغذية والأدوية من أن ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق مادة الكافيين تعادل 25 كوبا من القهوة. في بعض الحالات النادرة يؤدي استهلاك الكافيين إلى الموت أيضا. احذر مما تحتسيه وتجنب أخذ جرعات زائدة من الكافيين من خلال التحقق من المكونات لمعرفة مدى نسبة الكافيين الموجودة. آخر خبر معانا النهاردة من برنامج الصحة أونلاين، خبر يعني يفرح كل عربي، بيقول إن الأخبار متداولة خلال الأيام. كان طبيب روماني من أصل عربي في المرتبة الـ14 ضمن أكثر 100 شخصية عربية مؤثرة بالعالم. ده طبعا شرف وفخر لكل عربي إن يكون في العرب يعني شخصية من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم. احتل الدكتور الروماني رائد عرفات المولود في سوريا من أصل فلسطيني المركز 14 في قائمة 100 من الشخصيات العربية الأكثر نفوذا وتأثيرا في العالم لعام 2017. ودكتور عرفات يشغل حاليا وزير الدولة ووزارة الداخلية ورئيس إدارة حالات الطوارئ، ودرس في جامعة الطب والصيدلة حيث تخصص في التخدير، كما تلقى عدة تدريبات في دول أخرى، ويعيش في رومانيا منذ عام 81. ده كان خبر مفرح لكل عربي إن الدكتور زي ما قلنا محتل ضمن رقم 14 ضمن أكثر 100 شخصية في العالم مؤثرة وذات نفوذ. يعني دي كانت الأخبار الموجودة معانا النهاردة في برنامج الصحة أونلاين. لكن قبل ما أختم مع حلقة النهاردة إن أنا أفكر حضراتكم تاني، لو حضراتكم حابين تتابعوني على مدار اليوم ممكن تتواصلوا معانا من خلال صفحاتنا الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. أول حاجة من خلال صفحة الفيسبوك زي ما احنا شايفين كده، قناة الصحة والجمال بالعربي، ممكن من خلالها كمان إن احنا نضغط على اللينك الموجود فيها ونشوف البث المباشر. كمان ممكن تتواصلوا معنا من خلال قناة اليوتيوب، على قناة اليوتيوب قناة الصحة والجمال. كل برامجنا الموجودة طول النهار ان شاء الله بتكون موجودة برضو على اليوتيوب، ممكن حضراتكم ان انتم تتفرجوا عليها وتقولوا لنا رأيكم، مستنيين ارائكم وتعليقاتكم. كمان ممكن تتواصلوا معنا من خلال الارقام الموجودة اسفل الشاشة طوال اليوم، من اي محمول 1744 ومن اي تليفون ارضي 0900-97-44. دي كانت حلقتنا النهاردة من الصحة اونلاين. للأسف الوقت معاكم عدى بسرعة. قبل ما اختم حلقة النهاردة خلوني اشكر كل زمايلي الموجودين معايا من فريق الاعداد والفنيين والاخراج، الناس اللي ساعدتني عشان الحلقة تطلع بشكل كويس. كمان بشكر السادة المشاهدين على حسن المشاهدة والمتابعة. لكم مني خالص تحياتي احمد سرحان، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.